نظمت جامعة الخليج العربية أعمال الجلسة النقاشية التي احتواها الصالون العلمي الرابع الذي حمل عنوان الإعلام المؤسسي وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية بمشاركة فاعلة من قبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وسيد نجيب فريجي مدير معهد السلام الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحضور عدد من الأكاديميين والباحثين في مجالات العلم متنوعة ممن كان لهم الدور في طرح متنوع الأسئلة التي تمحورت حول دور الإعلام في تنمية المجتمعات. الإعلام المؤسسي وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية عنوان احتل بأهميته محيط جدول النقاشات المستفيضة التي شهدها الصالون العلمي الرابع والتي دارت بمجملها حول كيفية الاستخدام الأمثل لأدوات الإعلام والحفاظ على مكنون الرسالة النبيلة التي يحملها. نحن الآن نتحدث دائما عن صناعة التأثير. الآن الإعلام في حاجة أن يكون مؤثر. الإعلام في السابق كان باستطاعته قيادة رأي عام بشكل جدا سهل لوجود عدد قليل من هذه المؤسسات. اليوم وجود هذا الكم الهائل من هذه المؤسسات وهذا الكم الهائل من المعلومات والتدفق الهائل أصبح التأثير جدا بسيط. للأسف الشديد وصلت بعض المؤسسات الإعلامية تتأثر ولا تؤثر. لذلك من خلال هذه اللقاءات ومن خلال اللقاءات التي تبحث أي موضوع بشكل علمي يمكن الاستفادة منه. في عالم متغير متسارع وإن وظف بالشكل الصحيح يمضي الإعلام بأساليبه المتنوعة الناقلة للمعلومة والصانعة للخبر نحو القيام بدوره الفعال في آلية تبيان وجه الحقيقة وإحداث التأثير الإيجابي على المستهدف على اختلاف مستوى التفكير الذي يصاحب عقله. لا شك أن يعني التحول الرقمي اللي احنا نشوفه الآن في المجتمعات غير دور الإعلام. كان يسيطر فقط على المعلومة، الآن لا، له دور اقتصادي، له دور سياسي، له دور ثقافي، له عدة أدوار. فاحنا مهتمين بهالجانب هذا للتغييرات اللي حصلت. لابد أن يكون لنا أيضا كمجتمع كجامعة وكمجتمع وكدولة سبق في هذا المجال بحيث أن يتشكل بشكل يخدم مصلحة المجتمع مصلحة الدولة تماما. إيجابيات الإعلام الموزون لا يمكن حصرها، فالكثير من العلماء والمفكرين يستعينون بكيان السلطة الرابعة وعبر قوالبها المرئية والمسموعة والمقروءة لنشر كل ما هو جديد قد جادت به صنوف المعرفة المتعددة لوضعها أمام المتلقي الراغب في إثراء عقله، وبالتالي تصبح لديه الإمكانات العلمية والعملية التي تزيد من مسؤوليته في مواجهة مختلف الحملات المضادة التي قد تستهدف الوطن الذي يعيش فيه بالحجة والبرهان. تكلمنا عن الدور المؤسسي لهذا الإعلام، تنظيمه وغيره من الأمور اللي جدا مهمة، ونعول أكيدا على أن الشخص هو المسؤول الأول والأخير وهو الشريك الإعلامي الرئيسي لتنمية المجتمعات. ويبقى الإعلام هو مرآة المجتمع، وأن اهتمامات وسائل الإعلام في أغلبها تعكس بقدر كبير أوضاع وتوجهات الأشخاص في هذا المجتمع، بل والكشف عن مساعيهم الحثيثة في أن يكونوا شركاء رئيسيين في تنمية بلدانهم. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.